كم كنت أحب السيرك عندما كنت صغيرة. أنا ما زلت أحبه. كنا أنا ودحروج نقدم عروضاً بهلوانية رائعة. كنا نقفز فوق الحواجز النارية. كانت الأرجحة البهلوانية رائعة. يمكننا القيام بها. سأصبح البهلوانية الأفضل في العالم. يبدو أن جزر سينضم إلى السيرك معك يا ساحر. ما الذي تقوله؟ جزر ما زال صغيراً. أما أنا ودحروج فقد أصبحت لدينا خبرة. لقد أحب المهرجين كثيراً، وخاصة عندما تحطمت مركبتهم وأصبحت قطعاً. ألم تكن صغيرة الفيل لطيفة حقاً؟ أجل، وخاصة عندما كانت توازن الكرسي على أنفها. إنه يسمى الخرطوم. لا، أنا متأكد من أنه كان كرسياً. ألا يعلم بينان شيئاً عن هذه الحفلة؟ آمل ذلك، إنها مفاجأة له. هيا بنا لنذهب ونحضر الطعام. أعتقد أنه أصبح جاهزاً. لينا، إلى أين تذهبان؟ لقد وقع حادث بسيط. انتظرا ريثما أحضر حقيبتي الطبية. لا عليك، سنعالج الأمر وحدنا. صحيح، ابقى هنا في حال جاءنا اتصال آخر. نراك لاحقاً. تتصرفان بغرابة. هل أخبرتهم بأننا في حاجة اليوم إلى وجبات الحفلة؟ أجل، آمل ألا يكونوا قد نسوا. لينا؟ مسعفة، طاب يومكما. نحن آسفون على التأخير، لقد كنا في السيرك. لقد كان مذهلاً. صحيح، المهرجون والبهلوانيون قدموا عروضاً رائعة جداً. أحتاج إلى اسم يجب أن يكون مناسباً لبهلواني. المحترف جزرة. رائع. هذا كل شيء؟ نعم، أعتقد هذا الكعكات والشطائر والحلوى. هناك ما يكفي الجميع. نراكم في الحفلة إذن. نعم. بقية الرسائل وبعدها أنتهي. مرحبا درة، ما رأيك في هذا؟ مقدم العروض البهلوانية. احذر يا جزر. جزر، هل أنت على ما يرام؟ نعم، أنا بخير. في الواقع لست بخير. مرحبا مسعفة، هل سار كل شيء جيدا؟ أجل، كل شيء كان جيدا. مجرد كعكة ملتوية، أقصد شطيرة، أقصد كاحلا. أجل، سيتعافى في وقت قصير. من هو؟ الشخص الذي لوى كعكته. كعكة؟ لا لا لا، ليست الكعكة، لا يوجد كعك أبدا. أعتقد أنه لم ينتبه. انتهيت، كل شيء جاهز. علينا إيصالها إلى المحطة دون أن يرانا بنا. لدينا حالة طارئة، لقد أذى جزر نفسه. هيا بنا، علينا الذهاب حالا. ما هذا؟ ما الذي تفعله فلفلة هناك؟ كان يتأرجح بطريقة مخيفة، ثم أفلت الحبل من يديه وطار، ثم سقط بين الشجيرات. لقد أصبت بالذعر لأنني لم أرى حادثا كهذا من قبل. لا تقلقي، إصابته ليست خطيرة. أظن أنه من الأفضل لك يا جزر أن تترك أداء هذه الحركات للمحترفين. أنت محق، آسف يا بنا. لنذهب يا جزر، سأخذك إلى المنزل. مرحبا يا فلفلة، ظننت أنك كنت في مركز الإسعاف. لا، كنت في مهمة مع شرارة. نعم، إنني أرى ذلك الآن. أسرعي يا لينا قبل أن يخرج بنان ثانية. يا إلهي، ما الأمر يا لينا؟ أحدهم أكل من الطعام، اختفت نصف الكمية. لينا، ما الذي يحدث؟ لا 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 شيء. حسناً،
كنا على وشك إقامة حفلة مفاجئة لك. كنت متأكدا من أنكما تتصرفان بغرابة. لا أعتقد أننا نستطيع أن نحتفل الآن، فقد أكل أحدهم نصف كمية الطعام. يا إلهي. فلفلة، هل ستخبرينهم أنت أم أنا؟ أخبرهم بماذا؟ لقد رأيتك قبل قليل تفتحين العلب وتأكلين بعض الطعام. أنا؟ لا، لم أفعل ذلك أبداً. من الأفضل لك أن تنتظري حتى يعود نبهان وفريقه يا فلفلة. لكن يمكنني أن أشرح لكم. لا أستطيع ذلك. في هذه الأثناء سنذهب كي نحضر المزيد من الطعام. بصدق يا بنان، لم أسرق أي شيء. آسف يا فلفلة، لكنني رأيتك. قلتم فلفلة؟ هكذا إذن، إنها في مأزق حقيقي. يجب عليك أن تصلح صفارتك يا دحروج. يوم ميلاد سعيد يا بنان. لا أعتقد أنه يوم سعيد تماماً، لأن فلفلة سرقت طعام الحفلة. فلفلة؟ لكن أين هي؟ لقد هربت يا ساهر، ابحث عنها حتى تجدها ومن ثم اعتقلها. أعتقلها أنا؟ حسناً، لكن هذه. يا دحروج. كيف يظنون أنني فعلت ذلك؟ أنا لم أسرق أي شيء في حياتي كلها. توقفي أيتها السارقة. هيا يا دحروج. أمسكتك يا فلفلة. أنا لست الفاعلة يا ساهر، صدقني أنا لم أسرق أي شيء. انظر، انظر خلفك يا ساهر. لا يمكنك خداعي بهذه الحيلة القديمة. فلفلة؟ ولكن أنت فلفلتي. مرحبا يا ساهر، أحضرنا المزيد من الطعام من أجل الحفلة. مرحبا أيتها الفيلة، ما الذي تفعلينه هنا؟ ألا يجب أن تكوني في السيرك؟ قلت السيرك؟ أجل، لقد ذهبنا في صباح هذا اليوم إلى السيرك. وهذه الفيلة قامت ببعض الخدع الرائعة. أعتقد أنها كانت تقوم ببعض الألعاب خارج السيرك أيضا، بعض الألعاب في إخفاء الطعام. من سهر إلى شهاب، ما رأيك في أن نذهب إلى السيرك معا؟ هي عادت إلى السيرك مرة أخرى، ولكن آمل أن يكون لديهم طعام لهذه الفيلة الجائعة. يوم ميلاد سعيد يا بنان. شكرا لكم، شكرا لكم جميعا، لكن هذه الحفلة ليست لي وحدي، بل هي حفلة اعتذار من فلفلة أيضا. نحن نعتذر منكم. شكرا لك. أعتذر منكم جميعاً، ولكن لدينا حالة طارئة، كان جزر يحاول المشي على الحبل فوقعت مشكلة كبيرة. يا لهذا السيرك، لقد سبب لنا الكثير من المتاعب. استمتعوا بوقتكم، سوف نعود قريباً. حتى نلقى يا بنان.